السلام عليكم. هذا يوم آخر جديد، ولكن كيختلف على النهار البارح، حيث اليوم هبطت عندنا الشتا، مازال شوية كتهبط، لكن ماشي بديك الغزارة، يعني كتهبط خفيفة. ما نساوش بأننا احنا في فصل الربيع، يعني الشتاء اللي كتهبط في فصل الربيع راه جميلة جدا، يعني كترطب الجو وتصبح الطقس يعني متواضع، خصوصا حنا الآن في شهر رمضان اللي كنظن بأن الكل راضي على هذا الشهر، وكل تيحس بارتياح وأنه ما كيوجد صعوبة في الصيام، كون أن الجو بارد ومعتدل، يعني طقس جميل. كما جرت العادة كنخرجوا للطبيعة، و هذه المرة هذه يعني غادي نشوفوها بطريقة أخرى، يعني مختلفة عن اللي تعودنا عليها، لأنها كتكون الشتاء يعني كتاخذ واحد المنظر، هاي منظر مختلف جدا. الطبيعه في الشتاء جميله، يعني تكون غادي ونزل لك الامطار، مش ديك الامطار الغزيره عاوتاني، لا يعني تكون خفيفه، بحال كترش عليك، بحال كترش عليك في الدوش، او يعني ما كتحسش بها بزاف، ولكن من خلالها كتشاهد ان الطبيعه انها متعطشه لهاد المياه والامطار، يعني محتاجه لها هي تقريبا يوميا، وخصوصا في فصل الربيع اللي كتكثر فيه الخضوريه. وشوف الطبيعه كي دايره جميله جدا، يعني هنا الكل شيء خضر، يعني اللون الاخضر هو اللي خاصو يكون فيه في كل عالم ديال جميع الدول في هذا العالم، لأنه شعار جميل جدا، يرمز إلى السلام، وهو يعتبر دواء يعني مفيد للأبصار. وكان دابا تخرج للطبيعة يوميا وتلتجئ لها، يعني تخرج لها في الصباح يعني وتسرح عينيك في هاد الخضار وفي هاد الطبيعة الجميلة بهاد الشكل بهاد اللون، فكون على يقين أنك غادي تحسن الأبصار ديالك، لأن العيون ديالنا محتاجة مثل هاد الأجواء ديال الطبيعة، جميل كتحس كما كنشاهدوا بأن المياه بعد ما كتهبط الشتا كيتعمر الويدان، غادي تيكونوا تقريبا العام كله هما يابسين جافين، ولكن ملي كتكون الأمطار هادي كيلقاو هاد المصب هذا اللي كيدوز في وسط الغابة، ونهايته كتكون بلا شك في واحد الوادي تيسموه وادي ريبوي اللي كاين عندنا هنايا، ومن ثم كيمشي للبحر الابيض المتوسط، يعني هذه اشياء نعرفوها بحكم وجودنا هنايا سنوات كثيره، على بد اننا نعرفوا الاماكن ديال كل مدينه كنعيشوا فيها. الانسان اللي مثلا تيجي باش يسكن في شي مدينه خصو اولا يتعرف عليها مزيان، يتعرف على الاركان ديالها، على الاسماء ديالها، على الزناقي ديالها، على جميع المحلات اللي فيها. علاش؟ لان كيجي واحد البراني مع الذنوبات وكيصادفك في الطريق وتيسولك على واحد العنوان وانت ساكن تما فيه وما كتعرفوش. كتوقع لنا بزاف هذه المشكله، هذه نقدروا كاع ندوزو سنين وحنا في نفس المدينه وكاين شي
ازقه ولا شي محلات ما كنعرفوهاش، لان ما عمرنا مشينا لها وما عمرنا انتبهنا لها. لذلك تيخص الانسان يتعرف على اي بلاصه مشى لها، يتعرف على 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 كل شيء اللي فيها، على التقاليد ديالها، على العادات ديالها، على الزناقي ديالها، على كل المحلات اللي هي محتاج انت ليها، بس تلقى سهوله في العيش في هذيك المدينه. وخصوصا اذا تمكن تتعرف على الناس اللي دايرين بيك مزيان، تقرب لهم ويقربوا لك، ما تبقاش ديك الغشاوه بينك وبينهم، ديك التباعد، لانه يعني كيخلق تحمل معاه الغضب والكراهيه والحقد، الشيء اللي تيتسبب لك في العداوه مع بحال مع بزاف ديال الناس، لانه ما تعرفوش الحقيقه ديالك وما تعرفوش الاصل ديالك، يعني تبقاو متخوفين ومتجنبينك، كينتظروا غير شي مناسبه او شي فرصه اللي توحي لهم باش يقدروا يتكلموا معاك ويسولوك. فهنا طبيعة الحال تيخصك شويه انت تقرب للناس وتفتح قلبك، كيف ما بغى يكون النوع ديالهم، كيف ما بغى تكون اللغه ديالهم، كيف ما بغى يكون الدين ديالهم، المهم هو انك توسع خاطرك، تفتح قلبك، تقرب للناس. ماشي لكل شيء، لان كاين اللي ما غيسمح لكش انك تقرب له ولا تتعرف عليه، لان ما انت والنظريه ديالك، انت وداكشي اللي كتحس به. الا حسيتي فينا انسان باغي يتعرف عليك وباغي يتكلم معاك وباغي يقرب معاك وهادي يسالك وهادي، مجرد دفعاتو شويه الفضول او حب استطلاع، فخص تقرب له وتهضر معاه باش تحيد له داك الشكوك اللي واخدها عليك انت، ربما واخد عليك شي نظرات خايبه او سامع عليك من طرف ناس اخرين شي كلام ما فيكش، وكيبقى داك الشيء متسلط على العقل ديال داك الانسان اللي كيجعلو يكون متخوف منك ومتهرب منك وما تيقرب لكش. لكن الا حاولت انت تفسر له الوضعيه ديالك وتتعرف عليه، يعني ما فيها حتى شي عيب، بالخلاف الا كان واحد الانسان ما كيجيكش مع في الكانه ديالك، يعني انت حر الا بغيتي، ولكن انت خاص تكون سباق دائما لمعرفه الناس، و تبادل التحيات شي، يعني ما يكلفك حتى شي حاجه. ماشي ضروري انك تقول انا لا انا ما غنهضر مع حد، ما نتكلم مع حد، ما ندخل في حياتي حد، ما نسول حد، ما يسولني حد عاوتاني. لا، الله سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا باش نتعرفه، باش تقربه، باش نتساعده. كيفاش غتجي من غتجيك مني المساعده الا ما قربتيش ليا، او كيفاش غتجيني المساعده ديالك انت الا ما قربتش انا منك انت. غنبقاو دائما شي حاضم شي، شي خايف من شي، وهذا الشيء ما تيبغيش الله سبحانه وتعالى. الله خلقنا باش نتجمعوا، باش نتكاملوا في المحبه، في المساعده، في الاتحاد، في القوة، في اشياء كثيره اللي كتفرضها الحياه. لان يعني دائما غادي نكونوا محتاجين المساعده كيف ما بغات تكون نوعها، انما ضروري ضروري اننا نحسوا بشي مساعده. انا الكرام ملتاج وكيحتاج، لذلك خاص الانسان ما يسدش عليه دوك البيبان، يخلي الباب المعرفه دائما مفتوح، المجال التقرب دائما يكون واجد، باش ما توجدش صعوبه في الحياه ديالك. وهذا هو الفرق اللي كاين. يعني بغيت نتكلم انا على انك تبعد من الزحام، من التجمع الكثيف، هذا دعته الضرورة لحد الساعة بسبب هذا الوباء اللي هي الكورونا. لكن ان شاء الله ملي غادي تنتهي غادي نرجعوا للطبيعة ديالنا، وترجع المياه الى مجاريها بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما غاديش يدوم هذا الشيء، راه داز بزاف ديال الكوارث في الدنيا هذه، وسالات وانتهت ورجعت الحياة العادية. ولكن اللي هو مهم في الحياه ديالنا هو اننا ما نفقدوش ديك السيطره على الحياه ديالنا. ماشي ملي تنسالي كورونا وانتهي هذا الوباء وانسحب
في الاخير يبقى البصمات ديالو، يبقى التاثير ديالو الخايب في النفوس ديالنا، التخوف والتهرب من الناس والتقرب منهم، البعد، المسافه، الى غير ذلك. هذا الان كنعملوه غير من اجل الوقايه، من اجل الصحه، باش ما نتعاداوش بعضياتنا بعض، باش ما نشروش، باش ما نزيدوش نكبروا الوباء. على هذا القبيل هذا خصنا اننا نحترموا القواعد اللي كتامر بها الحياه لا غير، ولكن وفي العمق خصنا دائما نحاولوا اننا ما نبعدوش بكثير على المرافق ديالنا، على الحياه اللي دايره بينا، لان هكذا هي الحياه. الانسان ما غادي يمكنلوش يعيش بوحدو، لازم غادي يكون غادي يضطر انه يحتاج للمساعده، وغير يحل عينيه يلقى شي حد كيسول فيه وكيسلم عليه، لان حنا البشر هكذا. الله سبحانه وتعالى من يخلق ادم وشاف بان ادم بوحدو ما يقدرش يعيش بوحدو، فقال نهيئ له انسان اخرى اللي هي حواء، باش ترافقوا، باش تونسوا، باش يتعاونوا، وباش يكونوا الحياه، لان باش تكون، باش تكثر البشريه هنايا في الدنيا، حيث الله سبحانه وتعالى بعد ما خلق ادم وحواء قال لهم تكاثروا، يعني ولدوا باش تعمر الارض، وباش غتعمر الله سبحانه وتعالى هو فكر انه يجمع ما بين ادم وحواء، وعطاهم جميع التعاليم وكل ما يتطلب في الحياه وكل الخيرات، سلمها لهم بين يديهم. وهكذا كنشوفوها هي دابا، تعاقبت سنين وعوام وقرون، دازت اجيال، والفكره باقيه هي الفكره ديال انجاب الاطفال مثلا، تكاثر في العائله، يعني العائله توسع وتكبر، راه شيء جميل. فاش الانسان ما يحسش براسو بانه بوحدو في هذه الحياه، واخا يبعد عليهم واخا يتغرب، هذه في العقل ديالو الداخل تيحس براسو بانه عنده عائلته، واخا ما تيقدرش يقرب لها بسبب المسافه اللي كتفصلو بينه وبينها، ولكن القلب ديالو مطمئن. علاش؟ انه تيقول هناك واحد النهار غادي ضروري اننا نطلقها، وضروري اننا نتجمعوا، لان ما حد انسان ما عايش في الدنيا مازال باقي الامان، باقي عنده الفرص باش يحقق الاحلام ديالو. ومن جملتها مثلا نتكلموا على مشكله المهاجرين الغرباء، اللي هما طبعا كيفضلوا كل شيء، كيفضلوا انهم ينساو كل شيء، يتستغناو على كل شيء الا على واحد النقطه اساسيه، هي الرجوع الى الوطن، الاقتراب من الاهل والاحبه. يبقى عنده الامل الوحيد في الدنيا، خليك من المكان كان يتمنى يخرج من بلاده ويمشي يقلب على العمل، ويعني يغير الوضعيه ديالو ويحسن الاوضاع ديالو، وكانت عنده احلام كثيره، لكن ما كانش عنده الحلم ديال الرجوع الى البلد، كان فقط كيفكر بانه حتى يهاجر باش يمشي يقلب على العيش الكريم في بلاد اخرى، لانه ما عندوش الحظ في الحياه في البلاد ديالو، ما ساعدتوش، اضطر انه يخرج من بلاده، ولكن ما كتمرش مده طويله كيرجع الاشتياق للبلاد والاهل والاحباء اللي كانوا في ذاك الوقت طالعين لك في الراس ديالك، يعني ما بقيتيش يعني كتسوق لهم، كتفكر غير في المستقبل ديالك لا غير. وملي كتجي ملي كتخرج من بلادك وكيتحقق الحلم ديالك وكتستقر في واحد البلد، اول شيء تيخطر في بالك هو الوطن ديالك، البلاد ديالك،
وكتحمس للرجوع للعشيره ديالك و... يعني شيء جميل ماشي شيء تصنع يعني اخترعناه في الحياه، لا جاء انه مخلوق في النفس ديالنا، تجري في الدم ديالنا. واخا نستغنيو على الوطن تاعنا ونقولوا يا اخي من هذه الحياه في البلاد والبشر اللي فيها والسير والسير، لكن سبحان الله غير مجرد انك تغادر بلادك انت راه مازال شاد الطريق باش تخرج من بلادك ودخلك الاشتياق وبديتي كتوحش البلاد ديالك. يعني هذه تجربه خاصه اللي انا دوزتها في الحياه ديالي ومازال كندوزوها، واخا كتكون غير البارح كتكون في بلادك عاود كترجع تيجيب لك الله بحال انك فقدتي اشياء كثيره. خل ما كيبقاش تشوف، ما كتبقاش تشوف كاع داك العمل اللي انت فيه ولا الفلوس اللي كترباح ولا الفرص اللي كتعطى لك الحريه ويعني بزاف ديال الامور اللي كتفتح لك قدامك، ولكن هادشي كله ما كتفضلوش امام الاشتياق ديالك للوطن ديالك والعائله ديالك. شيء جميل، وهذا هو الخطير في الحياه ديال المهاجر. الا فقد ان التشوق للبلاد ديالو الوطن ديالو معناها خسر الحياه ديالو كامله بكامله، ما يبقاش عنده الذوق في الحياه نهائيا، ما يبقاش عنده ذاك الطموح ديال علاش غنمشي نخرج انا كاع من بلادي، ما يبقاش عنده انه يقلب على الكرامه او يقلب على الحياه الجديده او يقلب على يقلب على يعني اكتساب معيشه ديالو وسير، يعني اشياء كثيره كتكون معمره له الراس ديالو، ولكن فجاه هادشي كله تيولي عنده ما كيسوى والو امام الرجوع الى الوطن. وهذا هو الامل ديال اي مهاجر في الدنيا، الا هو كيتمنى انه يتحقق له هذا الحلم. هذا هو الحلم الوحيد اللي تيبقى له من بعد كل الاحلام اللي كيدوزها كلها، كدوز وكتسالي وكتنتهي وما كيبقى عندها حتى شي مفعول، يعني حتى شي تاثير. ولكن الشوق للبلاد ديالك فين ما مشيتي، واخا تحسن الاوضاع ديالك واخا تحس براسك يعني انك تقدمتي وسير، لكن تيبقى واحد النقطه اساسيه ان الوطن ديالك هو فوق كل شيء. ثم الاحبه اللي عاشرتهم جملتهم الوالدين الخوت الخواتات العمام العمامات الى غير ذلك. وهذا هو اللي الانسان اللي بغى يحس بهذه النقطه هذه خصو يهاجر، ماشي ضروري يخرج على باش يقلب على العيش ولا الخدمه، غير حتى ما عنده حتى شي قصد، هو انه يخرج غير يطلع على الحياه، يخرج كسائح ويشوف الناس الاخرين كيفاش كيعيشوا الوسائل المختلفه على اللي كيعيش بها. وهذا هو المهم، هذا هو المهم ان الانسان كما قلنا سابقا ما يقدرش يعيش بوحدو، واخا هو كيتمنى يعيش بوحدو لكن دغيا كيتقلب دغيا كتبان له الفكره انها ما صادقاش، لكون ان الانسان بوحدو ما يقدرش يعيش، ضروري يكون عنده شي عشيره او شي ناس اللي كيفهموه وتفاهموا معاه ويقسموا معاه يعني الحياه ديالو. ولكن هذا موضوع كبير ما غاديش نقدروا ننتهيو، لان فكره الهجره طويله ماشي جديده، ماشي حدث جديد، بل من زمان والناس كتهاجر بلادها في حين انها كتحس براسها مخصوصه ومنقوصه ومحرومه او مظلومه. بزاف ديال الاسباب اللي كتدفعك تمشي دير الهجره. فلجنا نحسبوه الاغلبيه ديال المهاجرين من جملتهم الجاليه المغربيه ماشي كلهم تيخرجوا بسبب الغضب، غضبوا من بلادهم، تقلقوا من مستوى العيش ديالهم، ماشي كلهم هكا، كاين واحد الجانب اخر اللي هو
مجرد الحب استطلع كيسمع بزاف على واحد على واحد الدول ف تيشتاق انه يعرف هذيك البلاد اللي كيتكلموا عليها بزاف الناس اللي واخده الانتباه ديالو في كل وقت. هذا يعني من حق الانسان يتعرف على الارض بكل ما فيها. لذلك ماشي كاج الجاليه المغربيه كلها كتخرج هاربه من بلاد ديالها، بالعكس كاين اللي كيهرب من الفقر، كاين بزاف من الاشياء اللي كتجعلو انه يخرج من بلاده، ماشي حقدا على بلاده ولا، بالعكس حتى ولو كان حاقد غير كيخرج على بلاده يدوز واحد المده تيولي تيبغيها اكثر من اللي كيبغي نفسو كاع، تيولي يقدرها اكثر. لذلك ان حتى شي واحد ما تيخرج من بلاده الكون انه يعني حاقد على 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 ارضه وعلى وطن ديالو. لا مع الاسف الشديد تيوقع ان بعض الناس كيكرهوك في الحياه بلادك، ناس ما عندهمش ضمير، ما عندهمش وعي، انهم مجرد يبغيو كل شيء ليهم هما، ما يسمحوا لكش انك تشارك الحياه ديالهم، الحياه المزيانه والحياه المشرفه وكريمه، بل يعني ما يخلوكش انك تنقز وتطمح اكثر من، لان هناك مشكله كيخافوا الناس على انك تستولي على المستوى ديالو، انك تاخذ بلاصتو ولا يعني ولا تضايقو في العمل ولا في اي مجال، فكيبدا تبدا يحاول يعكر لك الحياه ديالك ويصعب عليك الامور باش انت تكره بلادك وتكره الوطن ديالك وتجمع حوايجك وتمشي بحالاتك. ولكن الانسان اللي هو متعقل، الانسان اللي هو عاقل يفكر مزيان، انه من حقه فعلا يبحث على حياه جميله، حياه اجمل وافضل، هذاك من حقه، ولكن بدون ما يجعل الوطن هو السبب ديال الهجره ديالو، بالعكس، لانه خصو يفكر انه واحد النهار غادي يرجع باش يشوفوه الناس بانه تغير فعلا، انه حقق الامال ديالو، باش غتحس براسك بانك تغيرتي بلي يشوفوا فيك الناس بشوفه اخرى، يشوفوا فيك بشوفه مختلفه عن الشوفات اللي كانت يشوفوا فيك من قبل، كان يشوفوا فيك بواحد النظره قبيحه وباحتقار وبدون اهتمام، لكن من بعد ما ترجع وتكون غانم وسالم غادي يشوفوك بشوفه يعني مختلفه، تحس براسك بانك عندك قيمه وتولي عندك درجه اكثر من اللي كانت عندك، وتحس بالوجود ديالك انك انسان يعني هو عنده هو يستحق الحياه. هذا هو المؤسف، ان الناس ما تعطيكش الاعتبار اللي كتستحق الا من بعد ما واش غادي نقولوا، ما عندنا ما نقولوا في هذا الامر، هذا اشياء كثيره لجينا نعبروا على كل ما في قلوبنا، فغادي ما غاديش نسكتوا. اذا خليكم مع هذا المنظر الجميل وسط الطريق كلها احجار نبات طبيعه جميله، هذا الدخله ديال الريبويات من جهات منقاضة، ودي كلهم مدن قريبة لبرشلونة واللي تابعة لإقليم كاتالونيا وإسبانيا.